ودلوقتي هنعمل حاجه زي البقلاوه باليانسون. عندي شربات بارد، ماشي، يعني كوبايتين من الميه كوبايتين من السكر عصره ليمونه، هيغلوا لمده 10 دقائق يغلوا او 9 دقائق 8 دقائق، يعني يغلوا حبه كويسين برضه. تمام، ده كده الشربات. العجينه بقى اللي هعملها دي اللي حاجه بسيطه جدا لاي جالية ضيوف بقى ولا حاجه وعايز اعمل لهم حاجه حلوه او للبيت في الشتاء بقى كده حاجه حلوه. كوبايتين من الدقيق، 2 بيضه، معلقه خميره، رشه ملح، فانيليا، ويانسون، معلقه يانسون كبيره، كوبايتين دقيق، معلقه اليانسون الكبيره، معلقه خميره صغيره مليانه، وفانيليا، رشه ملح. تمام، عشان هيتقلي بقلاوه هتتقلي، واليانسون بقى هيدي ريحه في الشقه فظيعه. اتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، بس هنا محتاجه معلقتين بس زيت. وهنعجن بميه عادي، بس الاول ضيعي كل ده اهو، ميه مكترش، الميه انا عايزاها عجينه متماسكه ناشفه. تمام، بس واسيبها تخمر، يعني ما تعملش اكتر من كده، لان ما شاء الله بيقضي بيعمل طبق محترم كده. ليه بقى ان انا بعملها رفيعه قوي؟ ارفع من الفلفل الرغيف، ارفع منه، بس مش رفيع ورقه يعني، لا يبقى فيها برضو سمك عشان احنا لسه هنقطع وعايزاها تتحمر، يعني السمك ده اهو كده معقوله قوي، كده معقوله، ماشي. بقطعها، اعملي زي ما انت عايزه، عايزه تعملي لا انا عايزه اعملها عادي صوابع مثلا، عايزه اعملها مدوره، عندك قطعات اطفال كده شكلها حلو اعملي. هناخد بس كده الصوابع دي كده اهي عشان تشوفوني بعمل اهي، ناخد دي كده ونروح على الايه، على القلي.